يقول السائل: بنت صغيرة صدمت في سيارة من الخلف أثناء رجوعها من المدرسة، وهي التي صدمت بنفسها لأنها كانت تلعب مع زميلاتها بجانب الطريق، وبعد هذه الصدم ماتت، فماذا يلزمني؟ هذا يحتاج إلى تحقيق في الموضوع، تقرير المرور عن الحادثة ومن الخطأ ممن حصل، هل هو منك ولا منها، يحتاج إلى. لكن إذا ثبت أنه ليس منك تفريط، وإنما هي المتسببة في الحادث، ليس عليك شيء. أما إذا ثبت أن منك تفريط فإنك تكون مدانا في الحادث، وعليك الدية والكفارة. نعم.